جدا من ذات الفرحه التونسيه، اول انتصار سعلي. كنا مش متعين كوره ولكن كنا نشوف التونس فرحانين، اول انتصار في مقابله رسميه للمنتخب التونسي على نظيره الفرنسي. فرنسا هي بطل كاس العالم في الدوره الفارطه 2018. على كل حال انا عندي زوز ملاحظات مهمين جدا. الاولى انه الشعب التونسي له برشا ما فرحش، كان يحب يفرح بكاس العالم، على الاقل يفرح في الكره، لانه يظهر ان الفرحه نتاعه في المسائل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ستتاجل الى امد غير معلوم. نعم. الملاحظه الثانيه هي انه بالنسبه لنا احنا فرنسا هذه ما نعرفش يظهر فينا عندنا مشكله ناصيه ولا يظهر فيها ديما موجه حطت علينا. علاش؟ ناصيه. هي الخاطر احنا في 56 خرجناها وما استقليناش واقعيين. اني كتبت مقال مربعات استقلالنا اللي هي مكتمله. غير المكتمله. غير المكتمله. ولكن هي تو فرنسا اليوم ربحناها ولكن ما ترشحناش. نعم. مع العلم انه بلغه الكوره انا نفهم شوي، كاس العالم هم ستة مجموعات، يترشح الاول والثاني والاول 12. مازالوا اربع يلعبوا وقت تنتهي المسابقات في الدور الاول. اللي هم الاربعه اللي بيلحقوهم من 30. ثم احتمال نلحقوا. ان شاء الله. لانه لازم 12 واربعه من 30 يولوا 16، باش يولوا 16 يلعبوا كونتر بعض 108، وثمانيه يولوا اربعه ولا اربعه يولوا اثنين، والاثنين يطلع منهم بطل كاس العالم. سعلي انت اثبتت بالفعل انك عندك درايه كبيره بالكوره، اقل شيء يقول فيه اكثر مني باشواط كبيره. نعم. على كل انتصار مهم سي نصر الدين، نشوف العائله، ظل الحوسه نتاع العائله وقلقناك والعائله كل تنفس كوره. نصر الدين هذا السويد يحبني اسم صحيح ولا اسم مش صحيح؟ لا صحيح. وهل هذا سيد تونسي ولا مش تونسي؟ انا ديما نشوفه كم الشبكه ما عرفتش نصر الدين السويد مش كون هذا. ناكد لك حاجه، نصر الدين تونسي وصباته تونسي ولكن في بون